السلام عليكم، عاملين ايه يا رجالة؟ النهاردة جايين بشرح جديد، شرح التحديث الجديد. الناس كتيرة سألتني وناس كتيرة بتبعت لي، هو الرينك مش شغال، هو الرينك ماله، اللعبة مش شغالة كويس، مش فاهمين حاجة في التحديث، مش فاهمين حاجة بعد التحديث. والنهاردة ان شاء الله جايين نشرح كل حاجة تشمل التحديث. تمام، ونبدأ بأول حاجة. ازاي تخش رينك؟ تمام، انت بعد ما تخش على الاكونت بتاعك، تمام، هيجيلك صفحة زي دي، تمام، بتدوس على دي رينك شانس ترو زي ما انت شايف، هتدوس عليها. تمام، او هي لو مش رينك بتدوس عليها، انت هتدوس عليها على دي مكتوب رينك سيشن سترو. تمام، هتدوس عليها. دي موجود فيها كل الرينكات اللي هي التانية، رينك ماتش. تمام، هتلاقي السيشن سترو هنا، وهتلاقي الكيمايف هنا، هتلاقي كل الرينك. تمام، ده الرينك. هتدوس على اللي انت عايز تخشه، يعني انا هخش مثلا سيشن ستروي، هدوس عليها وادوس اوكي وادوس ستارت، هيفضل يحمل يحمل يحمل. تمام، واول ما يلاقي جيم هيدخلك على طول. تمام، ده بالنسبه للرينك. تمام، الرينك كله موجود اهو، تختار الرينك اللي انت عايزه ودوس اوكي ودوس ستارت، وهو هيدخلك الروم على طول. تمام، لو عايز تبعت انفن لواحد زميلك يخش معاك روم، تمام، دي الشات بتاعتك، الأصدقاء اللي عندك، تمام، ودي الناس اللي بعتها لك إيديت، وهكذا. دي الجوائز بتاعتك بتاعت اليوم، تمام، الإيميلات بتاعتك بتخلصها وتاخد الجوائز بتاعتك. تمام، دي برضو الجوائز. تمام، ودي جوائز الرينك بتبقى من هنا، بتخلص الميشن المطلوبة منك. تمام، وبعد كده بيدوك الجايزة اللي هي الكوين دوت، فانت بتغيره للأسلحة. تمام، دي برضو النقط بتاعتك، لما تجمع 5000 نقطة تختار السلاح اللي انت عايزه. تمام، دي روتا بالرينك. تمام، كل واحد له جوايزها، دي جوايز الرينك. تمام، والرينك بتاعك بيظهر هنا، يعني الرينك بتاعك لو ماستر او سيلفر او جولد او هكذا بيظهر لك هنا، ده الرينك سيشن ستوري بتاعك. تمام، وهكذا تختار مثلا تيم، دوس هتظهر لك كده. تمام، كل حاجة بتظهر هنا. تمام، ده السترنج بتاعك. تمام، كل أسلحتك فيه. تمام، وده البلاك ماركت. تمام، الصناديق والكوبونات الزمنية ما اتغيرتش. تمام، وده الشوب اللي هو تقدر تشتري منه أي حاجة. تمام، لو أنت عايز تخش أي يوك هتدوس هنا أهو. تمام، هيوديك تختار اليوك اللي أنت عايزها، تخش أي سيرفر أنت عايزه تلعب عادي. تمام، ولو عايز تبحث عن اي بيت من غير ما تروح مثلا هنا، تختار السيشن ستروي دي. تمام، وتختار البيت اللي انت عايزه، كل البيوت موجوده. مثلا عايز تخش بيت زومبي من غير ما تدور، انت بتدوس على الزومبي موت، تختار الزومبي اللي انت عايزه. تمام، وتدوس اوكي، هو هيظهر لك ان هو انت لاعب فيه قد ايه ووصل فيه لحد قد ايه. تمام، وتدوس ستارت، هو هيبحث لك على الروم وهيدخلك على طول. انت شايف كده، هيدور على روم ويدخلك معاه. تمام، دي أسلحتك. تمام، أولى ثانية ثالثة ورابعة. شرح إن الناس بعتلي كتير بتقول إن الرينك مش شغال، الرينك شغال، بس أنت بس هتدوس على العلامة الصفرا دي، تختار رينك ماتش، تختار الرينك اللي أنت عايز تلعبه وتدوس أوكي وتدوس ستارت، وهو يبحث لك على الروم وهيدخلك على طول. ده شرحنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتكلم معاكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.